السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضرتك. عدنا رجعنا مع مبادئ التربية الوالدين. عبارة بتقول: مهما قدم الآباء لأبنائهم فإن الأبناء يتمتعون باستقلالية كافية تجعلهم مسؤولين عن أفعالهم ومحاسبتهم عن تصرفاتهم. كل ما يستطيع الآباء تقديمه هو الدعم والتوجيه دون إجبار. كل ما يستطيع الآباء أن يقدمونه لأبنائهم هو الدعم والتوجيه دون إجبار، من غير ما تجبره، حتى يأتي اليوم الذي يشعرون فيه بالسعادة والفخر ويقولون: كنا أبوين جيدين. يعني كنا آباء كويسين. عبارة مهمة جدا. ولهذا البدء بالتربية السليمة وتوجيه النصائح المتمثلة في مبادئ التربية الوالدية شعارها المحافظة على رباطة الجأش في أثناء التربية للأبناء، والتسرية عن النفس عند الوقوع في الزلات أو السقطات في حال ارتكبنا أخطاء غير متعمدة أو عن قصد حسن. ده الشعار. المهم إنك تحاول، بس تحاول بمنهجية، تحاول بعلم، تحاول بفهم، تحاول بنية. ما الأمور التي يجب على الوالدين التركيز عليها منذ بداية الحمل؟ هذا أمر مهم جدا. نصائح وإرشادات تتمثل في التربية الوالدية حتى نمارسها وتساعدنا في حياتنا الأسرية بمنظار جديد بعيدا عن الضبابية والتشويش. إيه هي بقى الحاجات دي؟ واحد، الإدراك والوعي بأن تنشئة الأبناء هي مسألة طويلة ومعقدة. عشان تربي أبناء صالحين وتعد مواطنين فاعلين وقادة مستقبليين، ده عمل يومي دؤوب يحتاج إلى سنوات وليس إلى أشهر أو أيام. العلاقات التي تكون داخل الأسرة وخارج الأسرة، علاقات الحب والصداقة والزمالة، قد تنقطع فواصيرها، ولكن العلاقة القائمة بين الآباء والأبناء هي علاقة متجذرة وطيدة ومستمرة، لا يمكن هدمها ولا قطع روابطها أبدا. ولهذا شيء عجيب جدا إنك تلاقي أبناء مخاصمين أبائهم أو أمهاتهم، شيء غريب جدا إنك تلاقي ابن تزوج واحدة وفجأة بسبب سلوكياتها وطريقتها عزلته عزل كامل عن علاقته بأبوه أو أمه، أو العكس، واحد تزوج واحدة وأصر إنها تنعزل عن أبائها وعن أسرتها بحجة إنهم بيتدخلوا في شؤونه، بحجة إنهم ناس مش كويسين، بحجة إنهم يعني ليسوا على قدر المقام كما يقال. واقع مجتمع يؤشر إلى قطع صلة الرحم. طيب، إيه المطلوب هنا؟ ولهذا الأسرة هي الدرع الحصين الذي يحقق تحقيق التنشئة الحقيقية للأبناء. أيوه، وجود الجد، وجود الجدة، وجود العم، وجود الخال، وجود العم، التواصل اللي انقطع الآن وبسبب الموبايل ده، بسبب الموبايلات حدثت مشاكل كثيرة جدا في المجتمعات، تحتاج إلى دراسات في مجال علم النفس، وتحتاج إلى دراسات في مجال العلاقات الاجتماعية، ودراسات في مجال التواصل الأسري وما شابه. عندنا أزمة. إذن تربية الأبناء عملية طويلة ومعقدة، عايزة جهد، عايزة مشوار طويل. لك أنا أديت رسالة على خير وجه، ولكن أديتها فين إن شاء الله؟ كنت بتعلمه كيف يكون صادق مع ربه ومع نفسه ومع المحيطين، تتكلمه وبتعلمه انه يبقى رجل وقت قول الحق ولا خانع ولا ذليل، كنت بتعلمه انه ينطق في الشده وفي الازمه، كنت بتعلمه انه يبقى سخي ولا بخيل، كنت بتعلمه ان وقت الصلاه ما ينادى للصلاه حي على الصلاه يروح يصلي، كنت بتعلمه وقت ما يراد منه أن يقول كلمة حق يقولها،
أسئلة مهمة جدا، إذا كنت عملت كده يبقى كما تدين تدان. طيب، إنه يحط أهداف صحيحة ويجتهد في تحسينها على طول الخط، أيضا وضع أهداف واضحة شأنه أن يجنبنا الارتباك واللبس في تحقيق الغاية وكيفية التنفيذ. جدول بأهداف التربية الأبوية مهم. أنا كل أب وكل أم معرض لارتكاب أخطاء من دون أن يدري، ولهذا وجود أهداف محددة وخريطة طريق للخطة هنتكلم عنها إن شاء الله في مرحلة لاحقة بيخليك تختصر الطريق. زي كده ما بنعلم مدرسين ونعلم الناس زي يحط خطة وزي يحط الأهداف وإزاي يصل إلى هذه الهدف. في حضور الهدف تستطيع أن تنجح في تحقيق المحتوى الذي أردت أن تصل إليه، وتتعلم وتكتسب من الدروس والخبرات. طيب، جميل قوي ان انت تبقى قدوة حسن وتعلم اولادك الاعتماد على النفس، ده مهم جدا. منظومة من القيم، الكرامة والشجاعة والانضباط والحب والحنان والترابط والمسؤولية والامان والامن والحياء، كل ده بتعلمه فين؟ من الحضن، من المحضن الأول وهو الأسرة. وبالتالي مهم إن احنا نكسب ده للأبناء بشكل أو بآخر. مهم جدا إن أسلوب التربية والتعليم القائم على النموذج النمذجة والقدوة الصالحة يعبر عن هذا النموذج الحسن. ولهذا أحبائي الكرام، القدوة الصالحة تنقل التربية الوالدية من مجرد التنظير كلام على الفاضي ورق وتعليمات جافة إلى سلوك مماس. طيب، 4، تبادل الخبرة التربوية العملية مع الآخرين. يا جماعة، في مؤلفات كثيرة جدا ودراسات حطوها ناس في التربية تساعد الآباء على وتقدم ليهم بشكل مباشر المشورة في هذا المجال. فمهم جدا أن يكون هذا الأمر موجود، والأبوين عادة بيتفقوا على المبادئ العامة في التربية، كثيرا ما يخفقوا في ترجمة هذه المبادئ إلى واقع عملي تطبيقي. عادي جدا، مفيش خبرة، مفيش مهارة، ولهذا مشاركة الآخرين في تجاربهم اليومية أمر مهم. التربية الأبوية عمل مهم جدا يحتاج إلى مشاركة الآخرين وتعاونهم، ولن يجدي نفعا القيام به وحده. برنامج اللي تقدم ده الآن ده جزء من المشاركة في الخبرات. استجابتكم على منصة رواق في النقاشات، انتوا الأبطال لما تكتبوا وتحطوا دراسات حالة حول قضايا بعينها عايشتموها، ده جزء من المساهمة ونقل الأثر الإيجابي. خلاص. طيب، علم الأبناء أن يميزوا بين الصواب والخطأ. أنا بس بعرضها لحضراتكم بشكل أول. في أباء حين يصدر من أبناء سلوكيات غير مرغوبة يقول والله ابني محال إنه يغلط، ده أنا ابني ده ملاك. مين قال لك الكلام؟ لا، هو لا تصاب بالدهشة أو الذهول لما يتصرف وتصرف خطأ، لأن تربية فيها محاولة وخطأ والتعلم، وكلنا من آدم وحواء، وبالتالي يجب أن نميز بين الصواب والخطأ. دورك أنك تخليه يميز بين الصح والغلط، مش أنه ما يعملش الغلط. هو يعمل غلط، لازم يعمل، ولكن كيف يميز أن هذا صح وهذا خطأ؟ هذا أمر مهم جدا. تعلمه كيف يصحح أخطاء. الأب اللي بيجيب لعبة لابنه وبعدين الولد يقعد يعمل فك وتركيب ويكسر، انت كسرتها، ده انا هكسر لك دماغك، ده انا وانت. هو اصلا حزين ان اللعبة اتكسرت، فليه بتزوده اسى على اسى؟ وسيه وقعد جنبه، ده هو عايز يعرف ايه اللي جواه، عنده ملكة التعلم. فتراجع نفسك في هذا الكلام. فالمهم انك تعرفه ايه الصح وايه الغلط. وفي مرحلة اساسية في حياة الاطفال المحاولة والخطأ، والناس اللي درسوا في علم النفس نظرية سورندايك وغيره نظرية المحاولة والخطأ، فلا بد وأن نسعى لهذا الأمر. طور فن الحوار، طور فن الحوار.
الحوار، ما هو المفروض يبقى فيه هنا الحوار، أظن إنه ما كان حاجة من دول نضعها لحضرتك. الحوار أثر بالغ في تشكيل شخصية الأبناء، اجعل التواصل والتفاعل معهم من أولى أولويات. الحوار ليس فقط عن طريق الويب سايت أو عن طريق الواتساب أو الفيس أو غيره، الحوار المباشر. حتى لو هنا كلمه هنا واتكلم معاه زي ما تتكلم مع زمايلك، حفزه على الحديث ولا تنشغل بالتلفزيون أو النت أو الهاتف الجوال أو بألعاب الحاسوب، الأمر الذي يجعل أولادك ينفرون منك بسبب نأيك عنهم وابتعادك عنهم أساسا. التواصل مع الأبناء أحبائي الكرام هو إجراء المناقشات الجادة والدعابات والمزاح واللعب معهم، ده بيعمل نوع من المرح والسعادة، وده شيء مهم جدا بيشكل شخصية الأبناء، ويبقوا فرحانين جدا وسعداء جدا وبيصرفهم عن الكآبة. في ناس طول الليل والنهار قاعدة قدام التلفزيون وما بتخرجش ولا بتستمتع ولا بتلعب ولا بتيجي ولا بتعمل برنامج. الجميل قوي في المجتمع الغربي انك تلاقيه مقسم يومه، امتى وقت الرياضة، حتى الست لو هي حامل تلاقيها زقة العربية، حتى لو هي عندها بيبي طفل لفاه ومجهزاه وحطاه في العربية وبتلعب الرياضة بتاعتها، بتمشي واخداه معاها. ده حتى الكلاب اللي بيقنوها بيعملين لها، محددين لها ساعات للرياضة للتريض. ده حتى كبار السن في الحدائق اللي هم موجودين فيها بينزلوهم يتريضوا ويمشوا وبعدين يتابعوهم ويرجعوهم تاني، محافظين عليهم. فلا بد وأن نستشعر الكبار أي كيف يعودوا إلى عالم الطفولة. افرحوا أما يرجع يبقى طفل ويركب المرجيحة ويطلع ويلعب وكذا، ده دور الأبناء في التعامل مع الآباء. كل ده أيضا أحبائي الكرام أمر مهم جدا. فقضاء الوقت النوعي مع والمشاركة الفعالة مع الأبناء بيشكل الشخصية السوية. المزاح الهادف الصادق عنصر أساسي في التواصل والتفاعل بين الآباء والأبناء، وبيسموها ساعة اللعب على الأرض، ضرورية للنمو النفسي. استمتع بالتربية الوالدية الناجحة. أيوه، إنك تستمتع بتربيتك، تستمتع بما تمارسه. المتعة في مسيرة الحياة الأسرية أمر مهم جدا، شعاره العطف وشعاره الحب وشعاره التواصل. هذا الكلام مهم جدا جدا ولازم يبقى موجود عندنا ولدينا وعي بيه. استمتع بالتربية الوالدية الناجحة واطلاع على الكتب والمؤلفات والدراسات. الغريب إن المجتمع الغربي الأمريكي والبريطاني عمل ناتج ضخم جدا في كتابات التربية الوالدية. ولما أقول لكم الإحصاءات عن المراجع عن التربية الوالدية في المجتمع الغربي، تخيل مكتبة الكونجرس فيها 2464 كتاب عن التربية الوالدية، في اتحاد لست جامعات أمريكية في 3215 كتاب، مكتبة مقاطعة فيرفاكس العامة في فيرجينيا في 432 كتاب، المكتبة الوطنية الكندية فيها 362 كتاب. ارتفع عدد الكتب المنشورة من 2774 كتاب في عام 2007 إلى 3520 عام 2011، مفروض إن إحنا 2012، مفروض إحنا 19، أكيد وصل إلى أكثر من 5000 الآن. ولهذا أحبائي اللي بيطلبوا المشورة من مصادر إسلامية، حاجات موجودة في التراث، معايير الأخلاق الحسنة المقبولة، كتابات في مجال تربية الأبناء أو التربية الوالدية محدودة للغاية، ليست بالكثير. وبالتالي ممكن تلاقيها في كتب الفقه، في التفسير، في التاريخ، في الشعر، في التصوف، في الوعظ، في الإرشاد. أما الحديث عن مؤلفات في التربية الوالدية فنحن في حاجة إليها ونريدها بقوة في واقعنا الحالي أحبائي الكرام. هذا أيضا أمر مهم جدا. وبالتالي الكتب، كتب السيرة والتعامل معها يجب أن تكون موجودة بصورة أو بأخرى. ولهذا يعني الضوابط واضحة للغاية في الحاجة ماسة لمزيد من الكتب والأبحاث الإسلامية التي تبرز جانب الأسرة والعلاقات فيما بين أفرادها، العلاقة بين الأشقاء، الجوانب الاجتماعية والنفسية والتنموية لهذه العلاقة. لما أحد الآباء ينشد العون أيضا هذا أمر مهم يجب أن يكون موجود
في كتب التاريخ كيف تدرس في المدارس الثانوية في العالم العربي، تتجاهل تماما العلاقات الإنسانية وتنمية الشخص، وتعرض القضايا السياسية وسرد أحداث الحروب أو العلاقات بين الأمم. النقطة دي خطيرة جدا. التاريخ الإنساني مهمش، بينما التاريخ السياسي هو ده اللي موجود، وده خطر كبير جدا. لا يزال الاهتمام في المؤلفات الإسلامية حتى وقتنا الحاضر موجه إلى القيم والأهداف المجردة دون الاهتمام الكافي بالطرائق والوسائل العملية لتطوير الشخصية والقيم والأخلاق. بيتكلم له عن المثاليات، إنما كيف يطبق هذا الأمر ده مش موجود. هناك نقص في التقنيات العملية والمهارات المتنوعة والنماذج الواقعية، الأمر الذي يزيد من صعوبة تطبيق المبادئ الأساسية للتربية الوالدية في حياة الآباء والأمهات. يقول لك أنت هتقعدوا تكلمونا عن اليوتيوب، عن المثالية في الخطاب، لا، احنا عايزين حاجات في الواقع، وعايزين حاجات باللغة العربية حتى نترجم هذه الأشياء إلى واقعنا. ينبغي للمربين أن يتعلموا ويتمثلوا بالصفات التي نوه إليها القرآن الكريم، الأنبياء والرسل، صديق، رؤوف، رحيم، أوتي حكما وعلما، زاده الله عز وجل بسطة في العلم والجسم، قوي أمين، حفيظ عليم. إزاي نترجم هذا الكلام في واقعنا؟ ولهذا اكتساب الأبناء الصفات القيادية في وقت مبكر أمر مهم جدا، وأظن يجب أن ينال اهتمام من يقوم على هذا الأمر. هل ينبغي تعليم التربية الوالدية في المدارس الثانوية؟ نعم، نقترح إعداد بعض المواد في التربية الوالدية في المدارس. في 7 من أصل 10 من الناس يرون أن التربية الوالدية هي موضوع ينبغي أن نتعلمه وندرسه، ولهذا في بريطانيا درسوها من عام 2000، توجهات البريطانية لمناهج المدارس الثانوية، اشتغلوا عليها سنة 2000 لأنه استشعروا تفكك الأسرة وسكن الأولاد في بيت أحادي الوالدين، مشاكل خطيرة عملت نوع من القلق، فبدأوا يحطوا مقرر يتدرس في المدارس، وبدأوا يدرسوها من سنة 2000. احنا بقى بندرسها من سنة ايه؟ ده سؤال. والمواد اللي مضمنة في كتاب التربية الوالدية، تخيلوا في بريطانيا، التعامل مع الخلافات الزوجية، معاقبة الأولاد، العقاب المناسب، نصائح عملية حول طريقة التعامل مع نوبة غضب الطفل في السوق، الأدوار المتوقعة من الأمهات والآباء، التكاليف والطرائق العملية لتنشئة الأبناء، تعزيز الثقة بالنفس للأولاد بالمدح والثناء، القيمة النسبية للأشياء المادية مقابل الحب والأمان، المسؤولية إلى جانب الحقوق والاستقلال، أهمية الزواج وقيمته، مهارة إدارة الوقت، التعامل مع الضغوط في الحياة الأسرية. بالله عليكم، هذا المنهج من شأنه، الحكومة البريطانية قالت ممكن يخفض مشاكل الزواج الغير شرعي، يقلل السلوك الإجرامي عند الأبناء، التعايش داخل قواعد الأسرة وقوانينها وانضباطها هو الخطوة الأولى في تعلم العيش ضمن قوانين المجتمع وتجنب ارتكاب المخالفات والجرائم التي تؤدي إلى السجن مستقبلا. يقولون، ونحن نختم، مع أن التربية الوالدية عسرة وشاقة، إلا أنها التجربة الأمتع والأشد إثارة وتحفيزا، والتي يمكن أن يمر بها الكثرة الكافرة من الوالدين في حياتهم كلها. هذه النقطة نقف عندها، ثم نكمل سويا أحبائي الكرام ما تبقى. وقبل ما نمشي، بصوا معايا حضراتكم بعد إذنكم، ده النموذج الأول، الوعي بأن تربية الطفل عملية طويلة، تحديد الأهداف الصحيحة والاجتهاد لتحسنها على الدوام، الكلام اللي احنا قلناه، تطبيق المبادئ المتعلمة ومشاركة الآباء الآخرين في خبراتهم، تقديم نموذج أسوة للأبناء وتعليم الاعتماد على النفس، العمل بجدية لتنمية وغرس السمات المفتاحية للشخصية السوية، تنمية فن الحوار، موجودة هنا في الداخل أهي، تنمية فن الحوار، تعليم الأطفال التمييز بين الصواب والخطأ، الاستمتاع بالوالدين. ألتقي بكم إن شاء الله على خير مع مهارات الاتصال داخل الأسرة. كيف